يلا 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 هلا هلا هلا. السلام عليكم جميعا. يا هلا والله وغلا وكتر هلا جلو. اهلا يا اخوان. شايك في الشباب؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى لكم مستقبلا باهرا باذن الله. كيف حالكم؟ كيف حال؟ يجي يولو تفضل. تتوقع اليوم ابرز الاسماء راح تكون مصيرها مصير ابراهيم؟ اليوم اسماء قويه. انا اتوقع الاسماء التي سوف تدخل البرايم سوف تهز القريه هزه مبرحه. طيب اول شيء مساء الخير صباح النور. ما تفرق مع احلى واجمل واروع شباب. يا هلا بكم ويا هلا والله وغلا وكرتون. هلا كيف حالكم طيبين؟ بنشرك. قبل فترة جوكم فريق الإعداد أو فريق الكنترول وصور كل واحد فيكم صح ولا لا؟ صور صورة إيش؟ فرايحية معبرة بالفوز بالنتيجة. الصورة الثانية كانت محبطة شوي ومحزنة. الصور هذه اليوم هي نتائجكم كلكم. طيب عشان ما نطول عليكم نطول اللعبة بقية المتسابقين وينهم؟ سولو غلو يو سولو غلو سولو مانا بجيان يوبا ينيش يو مش تحسبو. وينك يا راجح؟ طال غيابك. سلامات. من جرح قصدي اصبعي من جرح. بسم الله عليك حبيبي. عسى جرحك ما يطول. جميع المتسابقين غادرنا الاسبوع الماضي يا يونونو. غادرنا الاسبوع الماضي من وين يا شباب؟ سعود غربي. سعود غربي وكان من الاسماء اللي كنت اعتقد انها تنافس للنهايات. عبد الرحمن الخضيري وين كنت يا عبد الرحمن؟ حتتعب معاه اليوم يا عبد الرحمن. غادرنا سعود غربي الفترة الماضية وكان يتمنى وعندي يقين انه يرجع القرية وهذا تفسيري الشخصي وهذه حياة سعود الجديدة بعد مغادرته للبرنامج. اليوم نتائجكم راح تكون في القرية. ما ودي اطول عليكم. راح اقوم بوضع صوركم في انحاء القرية وراح انادي واحد تلو الاخر. طبعا راح ننهي الصوت عليكم الصورة نهائيا ولا راح يتابع معنا الا المشاهد. جاهزين شباب؟ جاهزين حبيبي. سلام سلام. شايف البسطار انا. يلا لبيك سيري لوجا. صفقة صفقة صفقة. النتائج اين النتائج يا صديقي اين هي؟ ابحث عنها بسرعه. خلاص هنا مصيرهم وهم لا يعلمون. وجدتها وجدتها. هيا بنا. الورقة التي معي اسم يتوقعه الكثير من المتابعين انه سوف يدخل للبرايم وهي صدمة تهز ارجاء القرية. أين نضعها؟ أين نضعها؟ أين تفضل. أين هنا؟ هنا مكان جيد. هيا هيا بنا تفضل. احنا قلنا إذا كانت الصورة محزنة فأنت نومونيه
واذا كانت الصوره مفرحه فانت ايش؟ برايم. عطني شكل وش كنترول. اقطع الصوت على المتسابقين لين اقول لك افتح الصوت والصوره. عطني واحد ثاني بسرعه. يا نلو شنو غنو؟ عرفت هذا مين؟ جيب بالطبع. عرفت هذا مين؟ عارفه. عرفت هذا مين؟ عارف مين. كنترول اقطع الصوت والصورة وخليك معي. هذا مين؟ هذا عبد الكريم الحلبي. عبد الكريم الحلبي وشو؟ مني. أنا نبهت كذا ولا كذا لازم يشد حيلة. كنترول افتح لي الصوت والصورة على الهنجر وعطني إشارة. عبد الكريم الحربي تفضل معاي. يا بلد يلا يا رب اني ارجع يا رب. ايش طلعت؟ ها؟ والله تعال يا عبد الكريم. تبيه مليون يا حبيبي. عارف نتيجتك؟ لا والله ما عرفت نتيجتك. ما شفتها والله. احنا قلنا صورة اذا كانت ايش؟ اذا كانت ايش؟ اذا كانت ايش؟ محزنة. شو؟ فانت ايش؟ برايم. برايم. واذا كانت مفرحة فانت منت برايم. فانت منت برايم. راجع وين؟ قرية. بس صورتك في المركز الدخيل. يلا يا رب. وين مركز الدخيل؟ قدام. يلا يا رب. اما والله نمني فيها احوال. طب مع الدرع ولا بدون درع؟ ولا 700 ظلمين ما في. تبغى اسمعك شيء؟ عارفني. ايش قلت لك انا يا متعب؟ اللي ما يشد حيله يكون هذا مصيره ويكون مطلوب لبرايم، ايش تقول له؟ انا علمتك وقلت لك شد حيلك. توفيق. الله يرضى عليك. يلا عندك مع السلامة. تعال. طب دوره في الحصان شيء؟ سوني. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.